الحمد لله القائل في كتابه العزيز: وقولوا للناس حسنا، ويقول سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ويقول سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 من الإيمان. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فديننا دين القيم والأخلاق والذوق والرقي، فكل ما يؤدي إلى حسن الخلق وإلى الذوق الراقي والآداب العالية هو من صميم مقاصد الأديان. وكل ما يمكن أن يخدش الذوق العام أو ينافي الآداب العامة الصحيحة فانفض يدك منه، فديننا دين الفطرة الإنسانية السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولكي نبين ذلك سنتحدث بإيجاز شديد عن 3 من الآداب العامة تبين إلى أي مدى ارتقى ديننا بالذوق الإنساني وبالحس الإنساني، وحافظ على مشاعر الناس وأعلى من شأن القيم الإنسانية. هي أدب الاستئذان، وأدب الطريق والأماكن العامة، وأدب التعامل مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. أما الأدب الأول فيقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذا في البداية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدا من أصحابه استأذن، فإن أذن له دخل وإن لم يؤذن له رجع. ومن آداب الاستئذان ألا تأتي نصب البيت نصب الباب فتحد نظرك في بيوت الناس، إنما عليك أن تخفض البصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بيت أحد من أصحابه لم يأتي من جهة الباب من قبل الباب، وإنما جاء من جهة اليمين أو جهة الشمال فيسلم. فإن قيل لك من، بعض الناس يستنكف أن يقول اسمه، قل اسمك: أنا أحمد، أنا محمد، أنا سيد، حتى يعرف أهل البيت من أنت. لما دخل أحد الناس على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بالباب؟ قال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أنا أنا كأنه كره ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذا في البداية. فإن لم بعض الناس يقول قد لا أجد أحدا في البيت، قد لا يؤذن لي. إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، ربما كان أهل البيت في وضع لا يسمح لهم باستقبال أحد في هذا التوقيت، حيث يقول الحق سبحانه: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. بعض الناس ربما ينادي فلا يؤذن له، يقول صنا ويدخل بلا إذن. القرآن علمنا: فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ليس الأمر في الاستئذان في البيت فقط، في كل ما يرقى بالذوق الإنساني. لا يحق ولا يليق ولا ينبغي لك أن تستخدم هاتف أحد إلا بإذنه. إذا وجدت هاتف أخ أو زميل أو صديق فليس لك أن تفتح أو أن تستخدم هاتفه بدون إذنه، ولا أن تستخدم حاسبه أو حاسوبه بدون إذنه. وحتى إن كنت تجلس إلى جانبه على طاولة أو مائدة فلا تستخدم حتى قلمه بدون إذنه. بعض الناس ربما يجلس ويظن الأمر سهلا ويمد يده بلا استئذان. هذا ليس من الآداب في شيء، وليس من الرقي الإنساني في شيء. ليس لك لا أن تستخدم قلم أحد ولا حاسوب أحد ولا هاتف أحد ولا خصوصية أحد إلا بإذنه. فالأمر ليس في دخول البيت فقط، وإنما في احترام كل الخصوصيات الإنسانية. انظر إلى أي مدى يرقى الإسلام بالحس الإنساني الذي نغفل عنه ونظنه شيئا هينا. أيضا مع ذلك الآداب العامة، الطرقات العامة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، ويختار إماطة الأذى عن الطريق، فليس اختيارا لا عفويا ولا عشوائيا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال الحق سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أن تحترم الذوق العام والآداب العامة وإشارات المرور وقواعد المرور، فلا تركن سياراتك في غير الأماكن المخصصة، ولا تقطع الطرقات، ولا تسير عكس الاتجاه، ولا تقع في المخالفات، لأن هذا هو حق عام لا تنتظم حياة الناس إلا به. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن رجلا دخل الجنة في أنه وجد غصن شجرة على طريق فنحاه عن الطريق فغفر الله له فشكر له فدخل الجنة، فإن من يؤذي الناس في طرقاتهم ولا سيما بإلقاء مخلفات منزله أو محله أو مصنعه، سواء ألقاه في الأماكن العامة أو في الطرقات أو على قارعة الطريق أو في الماء الزاهب أو في ماء النهر، كل من ألقى مخلفات منزله أو مصنعه أو محله في غير الأماكن المخصصة يرتكب جريمة كبيرة في حق دينه وفي حق نفسه وفي حق المجتمع. لأن النظافة في ديننا ليست أمرا ثانويا ولا أمرا هامشيا، وليست مجرد قيمة أخلاقية فقط. الطهارة جزء من الإيمان وجزء من العقيدة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لأهميتها جعل الطهور نصف الدين. الطهارة والنظافة نصف الدين، الطهور شطر الإيمان. لم يقل شطر الأخلاق ولا القيم،
شرط الإيمان إذا كنت ذا عقيدة في الله بأنك ستلقى الله، لأن الله طيب يحب الطيبة، نظيف يحب النظافة، وجب عليك أن تعنى بنظافة جسدك وثوبك ومكانك، وأن تسهم بجد في نظافة الأماكن العامة وفي صيانة الطرق من أذى الناس، لا أن تسهم في أذى الناس. الأدب الثالث أدب يعني عشناه زمنا طويلا وعقودا ليست بالبعيدة، عندما كان الناس يستحون غاية الحياء أن يجدوا امرأة واقفة في وسيلة من وسائل النقل العام فيقولون لا يليق أن نجلس والمرأة واقفة، وعندما كانوا يجدون مسنا أو أحدا من ذوي الاحتياجات الخاصة فإن الذوق والرقي الإنساني والاجتماعي والفطرة السليمة والدين يحتم إعانة الضعيف وإعانة المحتاج والمسكين وذوي الاحتياجات الخاصة. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ونقول لشباب اليوم ستكونون شيوخ الغد وستكونون كبار السن في الغد، وكما تدين تدان، افعل ما شئت، العادات تورث والتقاليد تورث، وديننا دين عظيم، وما تفعله اليوم في شبابك تجده غدا في شيخوختك. اغتنم خمسا قبل خمس، منها أن تغتنم شبابك قبل شيخوختك. هنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إن من تعظيم الله إكرام ذي الشيبة المسلم. ولما رأى سيدنا عمر بن الخطاب رجلا مسنا من أهل الكتاب يتكفف الناس أخذه إلى بيت المال وجعل له عطاء وقال والله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته وضيعناه في شيبته. أمة يضيع فيها الكبير السن، يضيع فيها مقام الكبير، يضيع فيها ذوي الاحتياجات الخاصة، أمة لا تطبق صحيح الدين ولا تفهمه، أمة تتجلد من حس إنساني، لأن الدين والإنسانية والحضارة والقيم يحتمون علينا أن نراعي كل هذه الآداب. ثم إننا أيضا بتكملة حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. التكملة أيضا مقصودة لذاتها، والحياء شعبة من الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس، وفي رواية إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي الذي جاء في جميع الأديان والملل والشرائع السماوية، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقالوا من قل حياؤه مات قلبه، ومن مات قلبه ثبت اسمه في أصحاب النار. ويقول الشاعر إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. أما الذين لا يستحون ويتبجحون، فقد سئل أحد الحكماء أي بيت أهجى في تاريخ الشعر العربي؟ أصعب بيت قيل في الهجاء، أي صفة أسم للناس؟ لخص في أنهم لا يستحون، فقال له قول جرير ابن عطية ابن الخطف الأموي إن يخدروا أو يجبنوا أو يبخلوا يغدو عليك مرجلين كأنهم لم يفعلوا. إن يخدروا أو يجبنوا أو يبخلوا
يغدو عليك مؤجلين مصلحي مؤجل الشعر كأنهم لم يفعلوا، فاعتبروا أصعب خصلة وأزم خصلة وأسوأ عيب يعاب به بشر أنه لا يستحج وأنه لا يخجل، وإنه إن فعل العيب لا يستحي منه لأن العيب قد صار طبعا فيه. قد يفعل بعض الناس يقع في الأخطاء لكنه كما يقولون يتوارى خجلا ويتجنب انكسارا ويستحي أن يرى الناس، هذا ما زال فيه بقية للعودة. أما الذي يفعل ما لا يليق ويتبجح فهذا أسوأ الناس. ديننا دين الفطرة السليمة، نحن في مكان يعمر بحضارتين، بحضارة إسلامية في هذا الصرح الراقي المتفرد في بنائه وهندسته بسعته باشتماله لأوسع أو أكبر إيوان مفتوح في العالم، مسجد السلطان حسن، ويضم إلى الحضارة الإسلامية حضارة مصرية خالصة. نريد لهذا الحس الحضاري نعمر حياتنا بالإيمان، نعمرها بالبنيان، نعمرها بالأخلاق، نعمرها بالقيم، ونعود إلى قيمنا وأخلاقنا، فالإنسانية والدين والحضارة يجتمعون على القيم والرقي. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. حقيقة حتى لا أطيل سألخص حديثي سريعا، كما أعددنا جملة من الآداب العامة كنا أعددنا جملة من الحقوق العامة، سأكتفي منها بحق حقين اثنين عاجلا. الحق الأول حق الفقراء على الأغنياء، ونحن مقبلون على موسم الحج والناس يتسابقون فيه، والمسابقة في الخير محمودة، ولا سيما لمن يريد أن يحج حج الفريضة. أما من يريد أن يحج حج النافلة فنقول له إطعام الجائع وكساء العاري ومداواة المريض والوفاء بخدمة المجتمع وكل ما يحتاجه المجتمع من صحة وتعليم وطرق وبنى تحتية مقدم ألف مرة ومرة على حج النافلة وعلى تكرار العمرة. وسمع بشر بن الحارث أحد الناس من الأغنياء رجلا غنيا لكنه كان شحيحا بخيلا على مجتمعه، قالوا له إن فلانا الغني يحج ويعتمر كل عام مع بخله على الفقراء والمساكين، فقال مسكين هذا، لقد خرج من حال نفسه إلى حال غيره، إن حال هذا إطعام الطعام وبناء الخيام. شكر نعمة المال ليس بمجرد التسبيح والتكبير، شكر نعمة المال بالوفاء بحق الفقراء وحق المساكين وحق المجتمع. وأختم بأمر هام من الحقوق العامة للمجتمع وليس للأفراد فحسب، بمناسبة اليوم العالمي للسكان. بعض الناس قد لا يفكر ما الحكمة من الإنجاب ولماذا ينجب، وهذا يحتاج إلى حديث تفصيلي طويل، لكنني ألخصه الآن في الآتي. أولا، بعض الناس ربما يظن أنه هو يستطيع أن ينفق. القضية ليست في الحق الخاص، ولا ينبغي النظر في القضية السكانية إلى حال الفرد بمعزل عن حال المجتمع أو حال الدولة أو إمكانات الدولة. ربما تستطيع أن تطعم بعض أبنائك أو تطعم أبنائك،
لكنك هل تستطيع أن توفر لهم الطرق؟ هل تستطيع أن توفر لهم الكهرباء؟ هل تستطيع أن توفر لهم التعليم الجيد؟ هل تستطيع أن توفر لهم الصحة الجيدة بنفسك بعيدا عن الدولة؟ إذن القدرة لا تقاس بقدرة الأفراد فحسب، وإنما تقاس بقدرة الأفراد والدول معا. والنبي علمنا أن هناك كسرة محمودة وكسرة مذمومة. الكسرة القوية المنتجة العاملة عندما تتوفر إمكانات لأن تكون الكسرة سبيل قوة ونهضة وتقدم فهي كسرة محمودة. أما عندما تكون كسرة كغثاء السيل فهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قيل: أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل كثير، ولكنها كسرة كغثاء السيل. وهنا ومعنى فضيلة المفتي وما أكده الأزهر الشريف أن تحديدا أن تنظيم النسل وتنظيم عملية الإنجاب أمر لا يتعارض على الإطلاق مع صحيح الدين، بل إن واقعنا يحتم عملية التنظيم سواء لصالح الأم أم لصالح الطفل أم لصالح الأسرة أم لصالح المجتمع. والعبرة ليست بالكسرة كغساء السيل، العبرة بأن نكون قادرين على تنشئة جيل يعالج يجد صحة جيدة ويجد تعليما جيدا ويجد خدمات جيدة، ومع الزيادة السكانية غير المنضبطة بمقاييس العلم وبحسابات العلم والذي يمكن أن نفصله في أحاديث سابقة، لا يمكن لأي تنمية أن تكتمل مع إفراط لا تقابله يعني الظروف المواتية. وأكدنا أن مسألة القضية السكانية تختلف من دولة إلى دولة ومن ظرف إلى ظرف. فلو أن هناك دولة لديها مساحة واسعة من الأراضي وإمكانيات واسعة وعدد قليل، هذا ليس عليها، تنظم أمورها بما تشاء. أما عندما تكون الموارد محدودة والإمكانات محدودة وربما تكون مرحلة انتقالية، عند هذا حكم ليس نصا ثابتا وإنما يتغير بتغير الأحوال، والأحوال التي نعيشها الآن والظروف التي نعيشها تجعل من عملية التنظيم ضرورة لصالح الأم وصالح الطفل وصالح الأسرة وصالح المجتمع. فلا تقول أنت قادر، من حق العام عليك أن تراعي المصلحة العامة وأن يؤسر كل منا المصلحة العامة. وقد قالوا: رجل فقير ضعيف في دولة قوية غنية فتية خير من رجل غني في دولة ضعيفة هزيلة، لأن الأول له دولة تحمله وتحميه والثاني لا ظهر له. وقد قال السمو لابن عدياء: تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. ويقول الآخر: فراخ الطير أكثرها بغاس الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلاة النزور. بغاس الطير تلد بالعشرات والمئات، بغاس الطير بالواقع المشاهد في عالم الحيوان أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلاة. قد تلد صقرا واحدا في حياتها لكنه صقر، وأنثى الأسد قد تلد أسدا أو أسدين لكنه أسد. بغاس الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلاة النزور. نسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم وأن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم وفهمنا له، اللهم افتح لنا به قلوبا غلفا، اللهم افتح لنا به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، واجعله شافعا
وشاهدا لنا لا علينا. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء ومكروه، واجعل رزقها واسعا من البحر والبر والسهل والجبل يا رب العالمين. اللهم لا تحوجنا الى سواك، اللهم انا على بابك فلا تطردنا ولا تردنا خائبين. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا الا شفيته، اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا الا شفيته، ولا هما الا فضجته، ولا دينا الا سددته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا عبد الله اقم الصلاه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.